لا يمكن أن نصلح إلا إذا اعترفنا ببعضنا البعض إن احنا جسد واحد وأسرة واحدة، ولا أحد بيقدر ينفي أحد. طيب عفاش رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية رحمه الله، رئيس الجمهورية السابق رحمه الله، رحمه الله رئيس الجمهورية السابق، وله سيئاته وسلبياته. طيب أحمد عفاش، أحمد عفاش رجل وطني ذهب من أرضه ولن يغثي أي شخص. يا رجل. نعم. 2 ديسمبر. ماله؟ في 2 ديسمبر. ماله 2 ديسمبر؟ صفها. بأيش صفة؟ ما هو الذي فيها حتى أصفه؟ ما فيها شيء. ما في. ليست فتنة. يا أخي أنتوا بتتكلموا عن أشياء يعني المفروض أنكم لا تذكروا هذه الأشياء. هو سؤال تجيب عنه. لحظة طبعا. لا تذكروا هذه الأشياء، أي شيء راح له سلبياته وإيجابياته. 2 ديسمبر ماذا يعني؟ يعني أنها قامت حرب، ليست فتنة كما تصفوها فتنة، حرب. كل العالم الموجود يدور سلطة، من هو هذا الذي يعني قام بأشياء يعني تخدم البلد؟ كلها ضد البلد وكلها. أنا سؤالي محدد. 26 مارس قلت أنه يوم العدوان على اليمن. أي. 2 ديسمبر الذي اشترك فيه العدوان. ليس فتنة وليس. لا هي فتنة، هي من أساسها فتنة. طيب. كيف مش فتنة؟ هل تعتبر ما قام به صالح هي خيانة؟ لا. ليست خيانة. لا. بمجرد أي سبب؟ من حقه رئيس جمهورية. أنت لو يجي واحد يخرجك من دارك بتخرج كذا على طول على ظهرك؟ من أخرج الثاني؟ ها؟ من الذي خرج؟ كم من الذي خرج؟ قاموا عليه وخرجوا وقتلوا. تنكروا هذا؟ من قتله؟ ها؟ من قتله؟ كم من قتله؟ أعماله؟ كيف أعماله؟ أعماله قتلته أم من؟ ولا شيء، الله قدر لها كذا والله عيشها 33 لحظة. تولى شعب 33 عاما تمام؟ ولا يمكن ينكر أي شخص أنصار الله من قتلوه. لحظة، لا يمكن ينكر أي شخص هذا الرجل، أي شخص. هذا موضوع ثاني. لحظة اسمعني، هذا علي عبد الله صالح رئيس جمهورية، 2 ديسمبر يعني أظهر البلد الجمهورية اليمنية في العالم، عرفنا ما هي الجمهورية اليمنية. طيب تمام ولا لا؟ قاموا عليه. لحظة. دافع عن نفسه. طيب انتصروا. من خرج ببيان الانتفاضة؟ انتصروا عليه قبل أن ينفض رأسه. من خرج ببيان الانتفاضة؟ من هو؟ أنصار الله أم صالح؟ لو كان علي عبد الله صالح زي ما تصف له كان وقف المظاهرة. من خرج ببيان الانتفاضة ومن خرج بعدها مباشرة يدعو إلى تحكيم العقل؟ كيف؟ من؟ كل الشعب مغرور. ألم يخرج صالح ببيان الانتفاضة؟ شوف احنا حتى انا بالنسبة لي لا احمل لا حتى نضع كل شيء في انا لا احمل لحظة. علي عبد الله صالح اي شيء ولا احمل الناس الذي قاموا تمام، لانه كان الشعب كان مغرور وكان مغرر به وكان يعني لا يفقه شيء. فهمتني ولا لا؟ الان يعني صالح مقرر به مثلا شي تقولها كذا؟ لا صالح يا سيدي رئيس جمهورية. طبعا هو سلم في تلك الفترة في 2012. سلم خلاص الموضوع مش رئيس جمهورية الآن، إما مغرر أو أنه رجل خائن، هذا واحدة من الثنتين. لا أنا لن أقول عنه خائن. معك مكسب إطلاقا؟ معك مكسب في حديثك هذا؟ لا. تحاول أن تحصل على فلوس معينة من هنا ومن هنا؟ والله كل واحد هو يعني ضميره واضح. أنت قبل قليل قلت أنه مغرر. شوف أنا أعتبر الذي أبو 4 شرائح 5 شرائح هذا ما أعتبرهش بني آدم. يا أخي الوطن أبقى من الشرائع. أيوة، لكن أني أغير موقفي. غير موقفك ما هو دين. في إيش أغير موقفي؟ مش دين لو ما تغير كفر. في إيش أغير موقفي؟ في إيش؟ علي عبد الله صالح مسك الشعب اليمني 33 عاما. لحظة كل صالح صالح ومن خرج معه في 2 ديسمبر مغرر بهم. كيف؟ أنت قلت صالح وحسب نعم. كلامك صالح ومن خرج معه في 2 ديسمبر مغرر بهم. صالح عمل بما يملي عليه ضميره بالانتفاضة وما قدر الله عليه تمام، وراح بسلبياته وإيجابياته، إن كان سيئا
فيحاسبه الله، وإن كان عمل شيء حسن فيحاسبه الله. طيب نقطة واحدة، لن نحاسبه على أنا ولا لا أنا. لا نقطة واحدة، لأن نحن في محضر أسئلة وإجابات وبرنامج يعني فيه نقاش. نعم. أنت قلت 26 مارس الذي اعتدى فيه العدوان، نعم، وتدخل في الشؤون اليمنية، نعم، وقتل وشرد. 26 مارس قلت عدوان، هذا عدوان. أما الانتفاضة وطلب مسامحاتهم وكذلك مد اليد لهم لا يعتبر فتنة ولا يعتبر نكوثا عن الدولة وعن الوطنية من صالح في 2 ديسمبر يعني أيش يوم الانتفاضة انتفضوا في كل من باب لباب كل غيره. كيف؟ يعني كانوا يرموا على بيته وترحم عليه محسن. كيف؟ وترحم عليه محسن وشد يداه معه. أيضا الطيران تدخل في تلك الفترة. محسن لو أول من قلب عليه. علي محسن أول من قلب عليه. في نفس في 2 ديسمبر أقصد. ها. أقصد هم بيقولوا سرق أخوه ولا ماشي. ايه. خلاص اجتمعوا في 2 ديسمبر. يعني أنت بتسميهم سرق كلهم؟ أنت من فين؟ من أي كوكب نزلت أنا؟ أنت يمني. من كوكب الأرض بس. يمني. السؤال. أنت يمني. المشكلة أنت. أسأل والدك. مش عارف أنا من أي كوكب. أسأل والدك من أي شهر؟ 26 مارس عدوان. 2 ديسمبر ليس عدوان. أسأل والدك خريج كم؟ فين تعلم؟ فين تعسكر؟ وإيش خريج؟ إيش هو؟ تمام ولا لا؟ كان في عهد علي عبد الله صالح ولا لا؟ أبي وأبوك وجدي وجدك. يا أستاذ هذه أسطوانة مشروخة وكلها فعلات الكويت المدارس. لا. الكويت كلها فعلت مدارس العلم وبتهيل سعيد العام الكويت في صنعاء ومعك مدى وبتهيل سعيد العام. نحن في